قدرت تحت ضغط الحياه الاقتصاديه الصعبه والسيئه للمواطن المصري. بنبه كل اللي هيجي وهيحاول يمسك مصر لازم الاول يكون واضح وصريح مع الشعب المصري ويقول له حقائق الامور. من ابشع الامور اللي احنا بنواجهها في اي ديمقراطيه عدم مواجهه الشعب بالحقائق. واسيب الاكاذيب واسيب الشائعات تردد لغايه بعد كده ما انا اقع في الفخ. فنصيحتي لاي نظام هيجي يحكم مصر يكون فيه قدر من الشفافيه ويقول والله الوضع الاقتصادي المصري 1 2 3 عشان الشعب حتى يتكاتف معاه والشعب يحاول يساعد معاه. اي حكومه هتيجي هتفشل في الملف الاقتصادي هقول لها من دلوقتي ما تمسكيش الحكم احسن. الشعب المصري ما يهموش غير مساله اقتصاده تتحسن، عاوز يتعلم كويس، ياكل كويس، يشرب كويس. الشعب المصري عاوز ولو مره وحيده يحس ان هو مواطن زي اي مواطن في اي دوله محترمه. طيب يعني انا لازم طبعا اتوقف عند صفتك الوظيفيه طبعا كمستشار، ناخد راي الراي القانوني. عايزه اتحدث عن دور القوات المسلحه الان في هذا التوقيت، خاصه طبعا في ظل الاحداث وبيان الرئاسه اللي قال فيه ان الرئاسه قالت تحديدا لم تتم مراجعه الرئيس بشان بيان القوات المسلحه. الصفه القانونيه، هل احنا كده ماشيين في اتجاه سليم؟ عندما نتحدث عن ثوره لا نتحدث عن قانون. عندما نتحدث عن ان هناك ثوره وان هناك حاله ثوريه وان هناك شرعيه ثوريه، تقف هنا الشرعيه الدستوريه بكل ما تحتويه القوانين المتعلقه بالنصوص الدستوريه، لان احنا نتحدث بلغه غير اللغه القانونيه. ده ابتداء. انا عاوز اقول ان تصريح القوات المسلحه معناه انها تصرفت بمعزل عن رئيس الجمهوريه، معناه بالبلدي كده انها مش مؤمنه ومش معترفه بشرعيه الرئيس الحالي، بدليل انها اعتبرته احد الاطياف السياسيه ما اعتبرتوش مؤسسه رئاسه. تمام. اتنين، وعاوز اكد ان بالفعل في نص موجود في الدستور الحالي بيقول ان الوظيفه الرئيسيه للقوات المسلحه هي حمايه امن وسلامه الدوله من جهه الخارج او من جهه الداخل. مش ممكن ابدا القوات المسلحه ترى هذا المشهد العبثي اللي ممكن يتحول لحرب اهليه. واعتقد ان في مشاكل هتحصل في مصر، واعتقد برضك ان لو احنا ما احتويناش الموقف واحتوينا الجميع وعملنا مصالحه وطنيه حقيقيه تمام بيشارك فيها كل الوان الشعب المصري وكل اطيافه، ممكن نقع في مأزق الحرب الاهليه. عشان كده كان واجب على القوات المسلحه التدخل السريع والفوري لفض هذا الاشتباك. طيب حضرتك ذكرت نقطتين هامين جدا، اولا تحدثت عن كيفيه احتواء الموقف من قبل الجميع. القوات المسلحة أعطت مهلة 48 ساعة، جاء رد الرئاسة بتجاهل هذه المهلة وطبعا وما إلى ذلك. كيف يتم الاحتواء؟ يعني هناك ثلاث أطراف الآن في المعادلة، ربما حولت الرئاسة طرف الصراع أو الإشراك في مجادلات وصراعات سياسية وما إلى ذلك، حولت الجبهة من الشارع أو من الشعب إلى جبهات، فتحت جبهات عدائية مؤسسية. كيف ترى ذلك؟ طبعا انا بناشد الجميع ان كل واحد يحاول ان هو يتحلى بروح العقل ويتنازل نوعا ما عن كبريائه لمصلحه هذا الوطن. لازم نوصل لحلول وسط. اعتقد ان الحل الوسط اولا اجراء انتخابات رئاسيه مبكره ويخوض الرئيس محمد مرسي مره اخرى هذه الانتخابات تجديدا لشرعيته. والله نجح في الانتخابات خلاص يبقى الشعب اختاره. اثنين، لازم هل تعتقد ان تبادر مؤسسه الرئاسه بذلك، خصوصا يعني البيانات التي صدرت سواء تصريحين او البيان لم يذكر بتاتا اي مطلب للشارع؟ لا، انا اعتقد ان الرئاسه تبدو انها متماسكه وده على عكس الحقيقه تماما. الرئاسه منهاره لان عدم الخروج ومواجهه الشعب ومواجهه هذه الحشود بحل منطقي وحل واقعي معناه ضعف مؤسسه الرئاسه عن مواجهه هذه الحشود. انا شايف ان المفروض ان الرئيس محمد مرسي كرئيس مصري وطني يتحمل مسؤوليته الوطنيه ويطلع على الفور ويعلن للشعب ان هو راضي بانتخابات رئاسيه مبكره ويكون احد اللاعبين السياسيين في هذه الانتخابات تجديدا لشرعيته لو هو نجح. اثنين برضك، انا عاوز اقول لازم نعالج الامور بنوع من الحكمه. السؤال اللي بيطرح نفسه وماذا بعد؟ احنا هنعمل ايه على فرض ان احنا قلنا هنعمل انتخابات رئاسيه مبكره؟ طب دلوقتي المؤسسات القائمه زي مجلس الشورى هنعمل فيه ايه؟ الدستور هنعمل فيه ايه؟ طب هل نبدا نعمل انتخابات برلمانيه ولا هنقف؟ طب لو ما عملناش انتخابات برلمانيه انهي دستور هيحكمنا؟ الحالي ولا اللي انتهى ولا هنعمل اعلان دستوري ومين هيعمله وايه شكله؟ في اسئله كتيره جدا بتطرح نفسها على الساحه القانونيه والسياسيه في مصر. لازم الاول، لكن اعتقد ان بيان القوات المسلحه ربما عالج بعضها بإيجاد خارطة طريق، مرحلة انتقالية. هيتم وضع الجميع، المعارضة والمؤيدين للرئيس، يعني كافة القوى السياسية على طول الحوار،
وستكون هناك خطة مشتركة بين الجميع. يعني أعتقد إحنا بصي أنا عاوز أقول حاجة، تعال نتكلم الأول على الأمور اللي إحنا ممكن نتفق عليها. هتقول لي هنبدأ دستور من جديد وانتخابات من جديد وهنخش في دوامة ومرحلة تانية، يا عالم هتخلص إمتى ومين هيفوز ومين هيخسر؟ ما تيجي نشوف إيه المكاسب اللي إحنا حققناها ونبقي عليها، وإيه الخلافات اللي كانت بيننا ونحاول إن إحنا نعالجها. ما المكاسب يعني من وجهة على سبيل رأيك؟ المثال الدستور اللي إحنا بنقول عليه إن هو يعني أعتقد وأنا إن شاء الله كده لو ربنا العمر وقالوا ان احنا نعمل دستور جديد، هجيب الدستور الحالي وهقارن ماده بالدستور الجديد اللي هيتعمل، هتلاقي ان هو تيبيكال هيطلع هو نفس الكلام. ليه؟ لان دي قواعد ثابته في العالم كله ما بتتغيرش صدقيني، يعني الحريات والفكر والتعليم والمرأة والصحه والتعليم والصحه المراه قلت الصحه لم تحدد لها حتى موازنه لا بنسبه ولا برقم. ده ما ينفعش احدد في الدستور حاجه زي كده، القانون العادي يحددها. فرضا قلت ان احدد مليار، نقابه الاطباء طلبت حتى بنسبه وليست رقم. يا فندم بعد اذنك، هو بالمزاج ولا احنا دي مشكلتنا برضه. الحاله الاقتصاديه في مصر الوقت الحالي، انا نفسي اي حكومه تيجي تخليها 100 مليار للصحه و100 مليار، بس مش دي القضيه، هل هجيبهم منين؟ ده السؤال. لو انا قلت نسبه مثلا مليار في الدستور، فرضا جه المشرع العادي لان مصر عاوزه 20 مليار، هقول لا معلش هي مليار عشان الصحه ما ينفعش كده في الدستور. الارقام ما تتذكرش في الدساتير، تتذكر في القوانين عشان في نوع من المرونه، اغير زي ما انا عاوز، ارفع النسبه اقلل النسبه، دي حاجه كلها مش هنقف عندها. ثم هاتي دستور عالمي ونشوف الكلام دوت موجود او مش موجود، ده مش دفاع عن الدستور. انا بقول لك ان انا مؤمن. طيب يعني انا هسال سؤال صغير قوي، يعني حضرتك توقعت ان الدستور اذا ما تم عمله او انشاؤه من جديد لن يكون مختلفا بشكل كبير؟ هل ده يرجع لنقطتين؟ لان باعتقادك بان الدستور يعني ربما نستطيع أن نقارنه بدساتير العالم في مواد وما إلى ذلك، ولا لأن الوجوه لن تتغير داخل الجمعية التأسيسية؟ لا لا لا، لأن إحنا ممكن لو قارناه بدساتير العالم دي حقيقة، لأن في خلاف عشان طبيعة مصر، كل دولة ليها طبيعتها الخاصة بيها، هتلاقي الخلاف مش في 10-20 مادة. أنا عاوز أقول إن خلينا منصفين، وإحنا بنمسك أول باب بيتكلم على مصر دولة مستقلة فيها خلاف، الشعب مصدر السلطات، بيتكلم الفصل بين السلطات والديمقراطيه والمواطنه، هي دي مواد. هل فعل او فعلت رئاسه الجمهوريه ما جاء في الدستور بان الشعب مصدر السلطات؟ لم تفعل ولا ماده حتى الان من الدستور الحالي، لان كان